كثير والله لا سمعتك. هانا اخوه، هانا اخوه، عاود لينا اخويا شوف اخويا خويا تتهم بصريقك ما حال دروقري مفرقعينو الناس والشرطة خادت دارت خدمتها، خادوا الكاميرا خادوا البصمات، خويا ما هربش، جاو البوليس بالسبت جبنا لهم الحد، قال لك سيدي ما كاينينش يوم بيرمانونس، سير حتى نهار اثنين، جينا نهار اثنين ما استقبلوناش، قال لك خويا عندك شي سيدعة، قلنا له لا، قال لك سير بحالك. جبنا لهم خويا ما داروا معانا والو، اللي دايرين خارجين واللي ما دايرش روق، هذاك عدو محل ميكانيك وعدو ناسو وكاينين شهود اللي واقفين معاه وغادي نوقفوا معاه، وانا كنطلب جلالة الملك ومحمد السادس. خويا ما حاضرش، قلت لك الا كان حاضر خويا انا يلا تزاد عدو وليد، وقسما بالله الا عنده خمس سنين يلا خمس ايام يلا تزاد عدي وليد، إلا كان سفيان دير دوني أنا في بلاصتو، أنا عتاقلوني باش ما حكموا عليا، إلا كان دير، أنا نعرف خويا شفار، والله لا وقفتهن، والله ما ندير محامي، والله ما نجري وراه، واش أنا نأيد خويا على الشفرق، ما نأيدوش على الشفرق. وشكون اللي جبدو؟ واش جبدو مع شي واحد؟ السيد اللي جابدو بغيتهم دابا يهبطوا سفيان يواجهوا مع هذاك اللي ناطق به مضارب معاه، انا نقول لك خويا مضارب مع الشفار ولكن ما معاش في الجريمه، والشفار كيقول لك انا غادي نبرع اخوك خاصهم يجيبوا عندي، قال لك انا نطقش بسميتك، نطقش بسميتو بدون دم برعوا، حيت اللي معاه تشد معاه وبرعوا ونطق بخويا فهمتيني؟ وعلاش برا هذاك اللي كان برعو بدا كيبكي على هذاك الشيء، انا غنقول لك اخويا هذاك الشيء غادي يقولوا لك من المسجون، المسجون اللي في الاصلاحيه، وديجا كاينين جوج الناس متهومين جرموه، واحد كيضرب في خمس سنين دابا حاليا كيضرب في خمس سنين، ولو بغيتو عائلتهم حتى هي تجي غادي تشوفوا كل شيء. انا ما كنطلب من حتى شي واحد يساعدني بشي حاجه الا يوقف معايا بالحق، يبين لي حق خويا ونخرجوا معايا بريء، هذا هو اللي غادي يدير معايا، وإلا لقاو شي حاجه ضد خويا. وعباد الله واش انا واش حنا جبناه دار فرار كنجيو عدو ثلاثه المرات للدار، راه لا يعقل، واش انت كتجي ثلاثه المرات والسيد ما هاربش، كيمشي كيشرب قهوه كيحل محاله مريح فيه وما هاربش، وإلا كان خويا دير كنقول لك انا نتحكم في بلاصتو، ولكن كلشي كاين، كاين اشاد ديال بات المسجون بالله ان خويا مضارب مع الدري ولدو وما بغاش خويا يدير شكايه ضدو، قال لي با هاتا الا تهمك انا غادي نوقف معاك، وربه مسيني الاشاد وكاين الاشاد وكاين الاشاد ديال مول المحل بالله خويا ما كاينش في الكاميرا، وخويا ما كيمشيش معاهم، ويلاه معايا وجو عندنا، جو عندنا وتصنتوا الناس، ولا قال لكم شي واحد هذاك الدري راه كيدخل معطل من ورا العشرة، هانا هانا كنطلب من جلالة الملك وسيد الحموشي، سيد الحموشي كما بين لهذاك الدري اللي حرق، علاش حرق راسو؟ حيت ما وصلش لحقه، وتانا نحرق راسي اقسم لك بالله العلي العظيم وما يبان لي حق حق خويا ونحرق راسي، الا ما نحرق راسي ونخلي هذاك الوليد الله يلقيها ليا، انا بقى حق ما باغي حتى واحد يوقف معايا بشي مساعده من غير الحق والقانون، وانا مع المسطره القانونيه، الا كان خويا دير دير ما نوقفش وراه، ما ديرش يبينوا لي حقي، لان علاش كاين الظلم، حنا هاد البلاد كرهونا فيها، كرهونا بحال ما هك كتجي ما كاينش اللي كيتصند لك، ما كيتصندوش لك، سير وقف تما تدوزك، واش حنا مقموعين؟ راه عندنا حقوق، كاين حقوق الانسان، كاين حقوق البشر، كاين بزاف، حنا راه لا اله الا الله هاك